بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ محمد سعيد الشهراني أبها من السعودية، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا، من هنا من فندق ترادلز. هذا الفندق يطل على البرجين في وسط العاصمة كوالا لامبور. أهلا وسهلا محمد. الله يسلمك. كيف الحال إن شاء الله؟ الله يعافيك. دقيمك بالبداية نود منك أن تعرفنا كيف تعرفت على شركة المحيط. استقبال في المطار. سيارة التعامل السواقين معي. بشكل عام يعني. سيارة كويسة. بس في الكاوي سيئة صراحة. سيارة ضيقة. كان تتصل بس المفروض كان تتصل بشركة. تبلغهم إن السيارة مش كويسة. تقدر تغيرها. ولو ما تفكر فيها حتى من الفندق تشوف ما عجبتك والسيارة هذه مش حلوة، هذه المواصفات، لأن نحن ما نختار لها سيارة حلوة يعني. إذا كان في خطأ ولا شيء كان إذا ما عجبتك ما تغيرها. معنا مرورنا في تغيير في الجوالات وكذلك في السيارات إذا ما دخلت يعني ما شفتها مش مناسبة يعني. لا السيارات كلها ممتازة مع حق الكاو. كلها يعني حق الكاو. كلها ممتازة حق الكاو كان زين. الجوالات السياحية. جميل جدا. الوقت محدد من الخدوم احنا اخرهم احنا نشوف صور نوعية الفنادق ما يحتاج هذا الحدود من افضل الفنادق. انا خاصة مع شخص ممكن عام اخترت فنادق انا بالنسبة لي اخترت يعني 5 ستار والحمد لله فنادق شيء جميل. ما هي الصعوبات التي واجهتك؟ الانترنت. كيف الانترنت في بلد الانترنت؟ ايوه هذه بلد الانترنت. كان تعبيها انترنت؟ ما عرفت. انت ما عرفت. لو تواصلت مع احد بالمكتب يقول لك الطريقه كيف تعبي يعني كيف تعبي بحيث يجيبوا لك باكج كامل لمده الشهر. والله ما تعبي ب 20 رينجت ولا ب 20 رينجت؟ ب 50 رينجت اذا ما اخذت الباكج بياخذ عليك 50 رينجت. لكن لما تاخذ البكيج ياخذ البكيج ب 3 رينجت او ب 20 رينجت فيعمل لك مده الشهر بكيج كبير تشتغل باليوتيوب تشتغل في كل حاجه. لكن مره ثانيه راح اقول لك مسافر ان شاء الله بعد بكره. كلمه اخيره. اشكر الملزمين تحت المحيط وجميع الملزمين بها وصراحه بالنسبه لي انا اخوي لا يتوج لي وكل شيء تحت المحيط كسعرا كجوده الله يعافيك ويسلمك ان شاء الله وترجع الى بلدك بسلامه وتعاودها مره اخرى عن طريق شركه المحيط باذن الله. لدينا فروع في اندونيسيا وفي سنغافوره وفي سريلانكا وفي تايلاند. ما شاء الله. في امان الله. في اوروبا؟ لا حاليا جنوب شرق اسيا. باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.